أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن يتواصل التوتر في منطقة الخليج، خاصة مع استمرار إيران باحتجاز ناقلات نفط دولية عديدة، بينها الناقلة البريطانية التي اقتادتها قوات الحرس الثوري الإيراني إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران. خطوات، أحداث وتصريحات عقبة هذا التوتر يطلعنا عليها جميعها عبد العزيز، إليك. نعم غوى ومشاهدين، إذن البداية من وزارة الدفاع البريطانية التي أكدت أن الجميع قلق حول احتمال نشوب صراع في الشرق الأوسط، مؤكدة أن المطلوب في الوقت الحالي هو تهدئة الموقف. وأكدت أيضاً التزامها بالوجود العسكري في الشرق الأوسط، مضيفة أنها أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة البحرية. وأشارت لندن مشاهدين أنها استدعت القائمة بالأعمال الإيراني لديها، كما أعلنت أنها تبحث عن عدة خيارات بشأن فرض عقوبات على إيران، هذا بعد احتجازها ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. غرفة الشحن البريطانية أكدت أيضاً أن مخطط سير الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو يظهر استيلاء إيران عليها في مياه سلطنة عمان في انتهاك واضح للقانون الدولي. وبعثت بريطانيا رسالة لمجلس الأمن بشأن اختطاف إيران لناقلة النفط البريطانية، وأشارت بريطانيا أنه لا أدلة على الرواية الإيرانية التي تزعم أن الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني. وكان الحرس الثوري الإيراني مشاهدين قد نشر مقطع فيديو يوثق احتجاز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني، حيث ظهرت عدد من الزوارق السريعة وهي ترافق السفينة الضخمة في مضيق هرمز. السفير الإيراني في بريطانيا أكد أيضا من جهته تمسك بلاده بموقفها، قائلا إن إيران مستعدة لكل السيناريوهات، كما اتهم بعض القوى السياسية في بريطانيا بتصعيد التوتر مع إيران. أخيرا سلطنة عمان من جهتها حثت إيران على الإفراج عن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي تحتجزها طهران منذ الجمعة. وارتفعت وتيرة عمليات احتجاز السفن التي قامت بها إيران مؤخرا في مضيق هرمز بعد فرض واشنطن المزيد من العقوبات على إيران واستمرار الأخيرة في سياساتها التصعيدية لمواجهة الضغط الأمريكي.